الاوراق اللي جتنا من الهند تقول ان ابوك عنده اراضي زراعيه وعنده مصنع وعنده عماره وبيتش كبره ببمبي. هذا طبعا غير الديون اللي لها عند بعض التجار هناك. مسلسل الخافي أعظم كان آخر عمل قدمه النجم الكويتي الراحل عبدالله الباروني بعد مسيرة فنية امتدت على مدى 20 سنة. وبذاك الوقت بشهر مارس الماضي سببت وفاته حالة صدمة كبيرة في الوسط الفني الخليجي والعربي، خاصة أنه كان يتمتع بصحة جيدة. ووفاته كانت مفاجئة بعد إصابته بأزمة قلبية. وعبدالله الباروني ما كان النجم العربي الوحيد اللي رحل عننا ب 2018، فهذه السنة فقد العالم العربي عدد كبير من نجومه. والحزن سيطر الفترة الماضية على صفحات النجوم بعد ما ودعوا الممثل حسن كامي يوم 14 ديسمبر 2018. يوم ما ربنا اختارني ألاقيها هي وابني سابلوني. إن لله وإن إليه راجعون. ربنا يرحمهم جميعا ويدخلهم فسيح الجنة. وقبل أيام من وداعه ألقوا النظرات الأخيرة على الراحل محمود القلعاوي اللي ترك ألم وحزن كبير، خاصة على صديقه صلاح عبد الله اللي نعاه بهذه الكلمات: أنا تعبان أوي يا القلعاوي، واللي مهون عليا إنك هتكون مبسوط وسعيد في جنة الرحمن الرحيم. بقاء لله يا حبيبي، بقاء لله. أما في بيروت فالكل اجتمع ليرثوا المغني نهاد طربي بأجمل الكلمات بعد ما فارقهم عن الحياة يوم 26 يناير 2018. دي خسارة كتير كبيرة علينا. أنا فلاح وفلاح أمي هي كمان فلاح. والضحكة والبسمة اختفت عن وجوه الكثيرين في 17 فبراير 2018 بعد ما تم الإعلان عن وفاة الممثل الكوميدي محمد متولي. محمد متولي يعني شخص من الأشخاص النادرين في هذه الحياة. كان حد مشرف ومحترم ومثقف وبيحب شغله وبيحب كل وجود جديدة وكان بيساعد ناس كتير أوي. أصغر بنتين في بنات أفكارك يا باشا. شهر مارس عشنا فيه لحظات صعبة. فريمة البنا المرأة القوية صاحبة العزيمة استمرت بمصارعة مرض السرطان ليوم وفاتها بتاريخ 24 مارس. طير يا هو سلم على الأحباب. وفراغ كبير تركته وئام الدحماني في منتصف ليلة 22 أبريل بعد ما تعرضت لنوبة قلبية حادة. شو حياة الفنان جدا صعبة بالسف. ومن نجوم الزمن الجميل فقدنا نجمين كبار وهما مديحة يسري وجميل راتب. سيبقى كل أدواره الحلوة اللي عملها معنا. ثروتي الحقيقية اللي كسبتها في رحلتي الطويلة. أقول إن أنا فقدت عز صديقة ليا، فقدت الأخت وفقدت الصديقة وفقدت الحبيبة، فقدت حاجة بالنسبة لي كنت أنا متونسة بيها في حياتي قوي، هي كانت حاجة مهمة قوي عندي. وصدمة كبيرة أصابت الكثيرين برحيل سعد السيلاوي، ياسر المصري، دينا هارون وغنوة محمد سليمان. أنا مش قد كسرة تانية يا بنتي. الله يسلمك. الله يرحمهم جميعا. وفعلا كل واحد منهم كان له بصمته الفنية الخاصة، ووفاتهم سببت بحزن كتير كبير عند الجمهور. على فكرة في كثيرين اعتبروا هذه السنة هي سنة الحزن بسبب عدد النجوم اللي توفوا فيها، ولكن زي ما كان الحزن موجود الفرح أيضا كان له نصيب في حياة المشاهير. ورح نتكلم